هذه الأليكسا وهذا الآيفون. بهذا الفيديو راح نتكلم شلون تفرق كاميرا الأليكسا عن كاميرا الآيفون. فرق الحجم، ليش الكاميرا هالكبر؟ بيض الكاميرا مصنوع من الحديد والألمنيوم، زائد التكنولوجيا اللي موجودة داخل هالبادي حجمها كبير مثل المذربورد والسنسر وغيره من الأشياء الثانية. شيء ثاني، فرق حجم السنسر وتأثيرها على الصورة. حجم سنسر الكاميرا أكبر من سنسر كاميرا الآيفون، أخذها معلومة، كل ما كبر حجم السنسر كل ما حصلت على نقاوة وجودة صورة أحسن، لأن حجم السنسر الكبير يسمح لكمية إضاءة أكبر تمر داخل الكاميرا، وهذا السبب اللي يعطينا الكواليتي العالي. وهني نشوف هالمثال عن فرق أداء السنسر الصغير والكبير، ونشوف درجة وضوح الصورة معانا تفاصيلها. خلنا ندش زوم شوي، شوف تفاصيل الصورة اللي طالعة من الآيفون واللي طالعة من الأليكسا. وهذا مثال ثاني يوريك الفرق بين السنسرين بالإضاءة الخافتة. نشوف الكاميرا وضوحها ممتاز والآيفون قاعد يحاول يطلع صورة زينة. ثالثا، كاميرا الآيفون خصائصها معدودة، إلا إذا شريت أبليكيشن هني تقدر تتحكم بأشياء موجودة بكاميرا الأليكسا مثل الوايت بالانس، مانيوال فوكس وغيرها من الإعدادات. مثل ما الآيفون تقدر تركب له عدسات، هذه أصلا ما راح تقدر تصور فيها إلا لما تركب لها عدسة. العدسات أنواع، وكل عدسة لها شخصيتها وجمالها في التصوير، وهذه العدسات اسمها كوك، وهذه بعض المسلسلات والأفلام اللي تصورت فيها هذه العدسات. لما تيجي من ناحية التصوير سهولته، الآيفون بس تطلع من مخباتك وتصور. أما بالأليكسا تحتاج سيت اب علشان تقدر تشغل الكاميرا. الحين نشوف بوبي وهو يركب الأليكسا. يمكن البعض يقول مع مميزات الأليكسا يظل تصوير الآيفون أحلى من ناحية الألوان. الأليكسا ألوانها مو ذاك الزود. لازم تعرف أن الفيديو اللي طالع من الأليكسا رو، في شخص وظيفته بس إنه يلون الفيديو ويخليه ملون. هل نرجع للسنسر؟ سنسر الآيفون صغير، فمن تلون الفيديو راح يبلش النويز يطلع بالصورة. أما بالأليكسا نقدر تقول اخذ راحتك ولون نفس ما تبي. آخر شيء، هذه كاميرا الأليكسا بكامل اكسسواراتها، وهذه بعض الأفلام والمسلسلات اللي تصورت فيها هذه الكاميرا، وبعضهم حاز على جائزة الأوسكار مثل فيلم The Shape of Water. وإذا حابين تأجرون كاميرا الأليكسا والعدسات الكوك، ترى متوفرة عندنا في سينما أليكس. هذا كان تلخيص بسيط وسريع عن الفرق بين الآيفون والأليكسا. يعطيكم العافية.